بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناء على ما قامت به الحكومة الأردنية العميلة للنظام السوري الفاشي بإغلاق المعابر على الثوار وقطع إمداد السلاح والدواء والغذاء، وبسبب الضغوطات التي قامت بها المخابرات الأردنية على كثير من اللاجئين وتسفير الكثير منهم ووضع بعضهم في السجون، نحن كتائب ثوار المنطقة الجنوبية نرسل رسالة أخيرة إلى هذا النظام لكي يسهل كل ما من شأنه أن يكون سبباً لتحرير البلاد من هذا النظامي الفاشي. وإذا استمر النظام الأردني بهذه المعاملة مع الثوار واللاجئين في الخارج، سنضطر إلى تغيير المعاملة وإغلاق المعابر واستهداف كل القوافل المارة بسوريا إلى الأردن التابعة للنظام الأردني قبل سقوط النظام وبعده. أما أنتم أيها الشعب الأردني، لا تنسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته خذله الله يوم القيامة. نحن كتائب ثوار درعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تكبير، الله أكبر، الله أكبر.